はいはい、明日の案内ってところが、そうか。Okay. اول شيء نتعرف لازات تجربة. هذا الاوبجكت هاي اللينث وهاي السكرين او الايمج. اوكي. هل نعيد اجزاء التجربة مال انجليزي فوكال لينث او كونفرجنج لينث. اول شيء الاوبجكت. يعني شو بالعربي؟ ثاني شيء اللينث. ثالث شيء الايمج او السكرين. السكرين اللي هي هذه وين هي. اوكي. بالامتحان راح يعطينا الدي كابيتال القراءات هي المسافه هي المسافه بين الاوبجكت والايمج او السكرين هي السكرين هو راح يعطيناها عده قراءات وقال اجيب لكم اقل من 100 اوكي اهم شيء نطلع الدي 1 هو اصغر اوضح صوره فوش. هاي صورها دي 1 اصغر اوضح صوره اوكي نشوف مثلا لنفرض بس قد طلعت هنا نشوف ايش قد طلعت 7 والدي 2 اكبر اوضح صوره شقد طلعت منها 69 69 ناقص 7 62 الفرق بيناتهم هو اهم شيء اهم شيء الفرق بيناتهم مو اللي يمثل دي سمول ما يهمنا البوزيشن بالنسبه لمن بالنسبه للديوان المهم الفرق بيناتهم طلع هذا الجدول المطلوب من عندنا انه اذا نريد نرسم جراف لازم عندنا الدي كابيتال اللي هو يعطينا اياه والدي 1 دي 2 احنا نطلعها وهذا الفرق بيناتهم اللي انطلعه بعدين نربع الدي سمول والدي كابيتال ونقص دي كابيتال من تربيع من لا نقص الدي سمول تربيع من دي كابيتال تربيع دي كابيتال ناقص الدي سمول زين هاي الفاينل اكويشن هي اللي تساوي ربع الجدول بين من يصير هي هذا الجدول بين الفرق بين الدي كابيتال تربيع والدي سمول تربيع وبين الدي كابيتال دي بس للقرب طبعا ترى طلع مو واضح نطلع من اسلوب اهم شيء الاسلوب اهم شيء الاسلوب ايش واهم شيء الوحدات سنتيمتر هاي نركز لها الوحدات سنتيمتر كلها سنتيمتر سنتيمتر الاسلوب نطبقه بس السلوب بالفاينل اكويشن هو الفاينل اكويشن الفوكال لينث يساوي ربع سلوب ربع سلوب ربع سلوب السلوب اذا طلعناه شو نسوي بعدين نحط له ربع على مود تطلع لنا الفوكال لينث فوكال لينث لها وحده ما لها الفوكال لازم سنتيمتر هي الفوكال لينث سنتيمتر احنا كذا قاعد نشغل بالسنتيمتر ما بيها فوكال لينث طول موجي طول موجي طول شلون اكو طول الموجي بال اي بي طول الموجي بعد البارحة طول الموجي ذاك كم هو 4 هذا الرسم اللي يطلع لنا بالنهايه السلوب هو 4 بس نضرب السلوب في ربع يطلع لنا 4 اوكي اه هي السلوب على 4 السلوب شو راح يصير